قاعده خايفه قوي من الكاميرا بتسوق طياره بتقول الطياره اسهل ازاي بقى الطياره اسهل. خليني اعرفكم الاول كابتن حسناء تيمور انت طياره من امتى؟ بقالي 20 سنه 20 سنه في ماس طيران وسنتين قبليها بدرس في اكاديميه الطيران. هم بياخدوا كي جي 1 في الطيران؟ هقول لك السنه ايه والسنه كام واسمك ايه والبلاوي دي. شعرها ونعمل كده الحاجات الجميله. يعني الناس بتشوفك كنت داخله تسوقي الطياره؟ بتشوفني ساعات وانا داخله وبتشوفني بس لا انا باجي قبل الركاب فهم لو هم طالعين من على السلم ساعات بيشوفوني من الشباك بتاعي. والرياكشن ايه؟ بيسالوا ساعات الضيافه ويقولوا لهم هو الكابتن النهارده في كابتن طياره سيده ولا ده حد يعني قاعد في كوكبيت وهيخرج وبتقولي الحاجات ساعات يشاوروا برضو ايه ساعات ما بيبقوش مصدقين ان ده حسناء اسم بنت بس ساعات يسالوا هو حسناء ده الكابتن.